اهلا بيكم معانا في معلوماتنا السريعه النهارده بتاعت ميدليرن، وعندي موضوع الديسفيجيا. في سؤالين من اهم واخطر ما يمكن. الاولاني، هل هي فور بوث ليكويدز اند سوليدز؟ ها السؤال الثاني، لو هي بس فقط للسوليدز ايه الاحتمالات تبقى ايه؟ والله لو هي فور بوث ليكويدز اند سوليدز، ها ده يبقى القضيه غالبا ايه، حاجه ريليتد للفانكشناليتي زي اكاليزيا اوف ذا كارديا، او السموث ماسل مش عارفه تتحرك بطريقه نورمال لان فيها فايبروز زي سكليروديرما، او ديفيوز اوسوفيجيال سبازم اب نورمال الكتريكال اكتيفيشن للاوسوفيجاس، فدي حاجه اب نورماليتي في الاوسوفيجاس نفسه كده في الالكتريستي بتاعته في الفانكشن بتاع السموث ماسل، ها بتخليه الايه الاوسوفيجاس يعمل اب نورماليتي او ديسفيجيا فور بوث ليكويدز اند سوليدز، مش بيفرق ايه ما بينهم. لكن لو لقيت الديفيكالتي في السوالوينج والديسفيجيا اونلي مع السوليدز فقط، لازم افكر في احتمال تاني بقى خالص اللي هو اوسوفيجيال كارسينوما لما تبقى اونلي للسوليدز. وهي الفكره، ادي الاوسوفيجاس مثلا اهو الاوسوفيجاس، وعندي ايه نفترض في كانسر اهو كانسر هنا، لو حاجه سوليد ايه هتقف هنا اهوت مش هتعرف تتحرك بسهوله، فهدي يحصل ديسفيجيا. لكن لو حاجه ليكويد هتعدي تتزحلق من جنب وتعدي تكمل عادي. فاذا لو في كانسر في الاوسوفيجاس هتلاقي المشكله دايما ايه في السوليدز ايه اونلي، والليكويدز زي الفل مفيش مشكله. فيوم ما عيان يجي يشتكي لك ان الديسفيجيا اللي عنده وانت سالت اهو، يقول لك اساسا مع الحاجات السوليد الليكويدز ببلعها بسهوله، ده احتمال ايه كانسر اوسوفيجاس. لكن لو قال لك لا ده انا عندي مشكله فور بوث ليكويدز اند سوليدز، فكر دايما في الفانكشنال كونديشن زي الاكاليزيا اوف ذا كارديا والسكليروديرما اللي هي فيها سموث ماسل تبقى فايبروزس جامد، وديفيوز اوسوفيجيال سبازمز الابنورمال الكتريكال اكتيفيشن في الاوسوفيجال في الاوسوفيجاس، كل دي ممكن تعمل ايه ابنورماليتي وديسفيجيا، بس ما بتفرقش بقى. ما فيش حاجه بتمشي بقى من حوالي زي الكانسر ما قلنا كده، لا ده دي للكل على الجميع عندها عدل بوس ليكويدز اند سوليدز. لكن يوم ما الاقي ديسفيجيا فقط مع السوليد، لازم افكر في ايه؟ كانسر اوسوفيجاس على طول. يعني ساعتها الليكويدز تبقى ماشيه حلاوه، المشكله ايه في الحاجات السوليد، فدي دايما ايه ساين خطيره جدا انها تبقى مع السوليدز اونلي. دي تخلينا افكر اهو في اسوفيجيال ايه كارسينوما. والى اللقاء مع نقطه اخرى باذن الله.